إلى الإمارات العربية المتحدة أعزائي المشاهدين، حيث استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استنكرت قيام السلطات الإماراتية بحجب الموقع العربي لوكالة أنباء فارس في الإمارات في العاشر من يوليو من هذا العام. وأعلنت وكالة أنباء فارس على موقعها أن السلطات الإماراتية أقدمت على حجب موقع الوكالة على شبكة الإنترنت. وحجبت السلطات الإماراتية أيضا منذ أيام موقع ميدل إيست آي البريطاني المعني بشؤون الشرق الأوسط، كما حجبت 3 مواقع إخبارية إلكترونية في 29 من ديسمبر من العام الماضي. معي للتعليق على هذا الموضوع رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان صفوة عيسى. نرحب بك صفوة عيسى في حقوق الناس لهذا الأسبوع. ما تعليقكم في المركز الدولي للعدالة على سياسة الإمارات العربية المتحدة في حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية؟ في الحقيقة نحن نعتقد أنه هذه تدخل في إطار يعني سياسة كاملة، في هي تابعة لسياسة دولة الإمارات، هي أنها تريد أن تكون دائما هذه المواقع يعني محجوبة لكي لا يتمكن المواطن الإماراتي أنه يطلع على ما يحدث يعني في البلد، وخاصة الانتقادات التي توجه لسياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان والاعتقالات التي تقع من حين إلى آخر سواء في خصوص إماراتيين أو أجانب مقيمين. فيعني هذه المواقع مثل ميدل إيست آي أو غيرها من المواقع. طيب ميدل إيست آي وكذلك موقع إيماسك، موقع شؤون إماراتية، موقع الإمارات 71، موقع عربي، كل هذه المواقع إضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع منظمات مجتمع مدني أغلقتها الإمارات، هل فعلا هذه المواقع كلها تخالف القانون الإماراتي وتضر بالإمارات كما ترى السلطات الإماراتية؟ هي لا تخالف القانون الإماراتي، هي الإشكال في هذه المواقع بالنسبة من وجهة نظر السلطات الإماراتية هو أنها تتحدث عن أشياء يعني لا يعلمها كل المواطنين، مثلا الاعتقالات أو المحاكمات الجائرة أو غيرها من الاعتقالات مثلا من أجل تغريدات أو أشياء مثل هذه، هذه أشياء لا تعلن في العادة ولا يقع يعني بثها سواء في نشرات الأخبار أو على التلفزة الرسمية، فهذه كلها مواقع تتحدث على أشياء لا يعلمها المواطن العادي، فهذا ما يقلق السلطات أنها تريد أن تعتم على هذه الانتهاكات التي تقع داخل الدولة ولا تريد أن يطلع عليها المواطن الإماراتي، فهذه سياسة الحجب هي هذه إطار التعتيم وإطار في إطار أيضا أنه لا ينفذ المواطن إلى المعلومة، وهذا أيضا يعني إخلال بحق المواطن في المعلومة وفي حقه في أن يطلع على ما يحدث داخل بلده، وهي بذلك الإمارات هي التي تخل بالقوانين الدولية. وهنا أسألك عن مؤشر حرية الإنترنت في الدول العربية وموقع الإمارات العربية المتحدة فيه. المعذرة، هل تستطيع مؤشر حرية الإنترنت والصحافة الإلكترونية عربيا، وأين تقع الإمارات العربية المتحدة في ذلك المؤشر؟ نعم، هي في المرتبة 13 يعني في مؤشر من ناحية يعني الشفافية في مسألة الانترنت من أصل 19 على ما أعتقد. نعم، هي يعني هي تقريبا في المراتب الأخيرة. ايه، في موقع متاخر يعني 13 في المرتبه 13 من بين 19 من الرتبه يعني الان، ايضا حتى في اطار استطلاعات اخرى يعني تقع في خصوص الانترنت ورتبتها، يعني هي في دائما في مواقع متاخره في حريه الاعلام بشكل عام. سؤالي الاخير لك اذا صفوة، هل هناك تواصل بينكم كمنظمه حقوقيه مع السلطات الاماراتيه على الاقل للاستفسار عن أسبابها التي دفعتها لإغلاق تلك المواقع وحجبها؟ في الحقيقة في موضوع الآن الحجب، هذه الممارسات الأخيرة التي وقعت لم يقع الاتصال مباشرة يعني بالسلطات، لم يقع تدخل، لكن في المستقبل ربما سيقع تدخل أيضا حتى عن طريق المقرر الخاص الأممي المعني بحرية التعبير، يعني سنوجه له نداء في هذا الاتجاه، وأيضا سنحاول الاتصال بالسلطات لتعطي تفسير لهذه العمليات من الحجب، ولأنه هناك سلسلة من الاعتداءات على حرية التعبير ليس أولها ولا آخرها حجب المواقع. أشكرك شكرا جزيلا رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان صفوة عيسى.